فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا يسألني بعض الناس عن فتوى وأنا لا أعرف الجواب، فأقوم بالبحث عن هذا عن هذه الفتوى وأبحث عن أقوال العلماء فيها ثم أجيبه. يقول: هل هذه تعتبر فتوى مني أم هي مجرد نقل؟ هذه مجرد نقل، لكن لا تفتي في البلد من هو أحسن منك، أحله على من هو أحسن منك في الفقه وأعرف منك، خصوصا إذا أسندت الفتوى إلى جهة معينة فأحل عليها، ولا تحمل نفسك شيئا قد يكون عليك مسؤولية أمام الله فيه. الفتوى ما هي بسهلة، لكن إذا احتجت ولا عندك أحد فلا بأس أن تطالع في كتب أهل العلم فتختار أحسنها وتنقله للسائل، نقل، مجرد نقل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.